سفير الحسين كتبت الولا وسرت بدرب الفدا والإباء. سفير الحسين كتبت الولا وسرت بدرب الفدا والإباء. رسمت بمجدك خط النجاة وأثنى لسعيك رب السماء. رسمت بمجدك خط النجاة وأثنى لسعيك رب السماء. وكنت الملبي نداء الجهاد فديت بنفسك نعم الفداء. ولبى نداءك هاني الشهيد ولبت نداءك إحدى النساء. كنت الملبي نداء الجهاد فديت بنفسك نعم الفداء. ولبى نداءك هاني الشهيد ولبت نداءك إحدى النساء. فنال خلودا بطول الزمان كسبع الضيغم في كربلاء. ونحن نلبي معا صارخين فلبيك قلنا بنفس النداء. فنال خلودا بطول الزمان كسبعين ضيغم في كربلاء. ونحن نلبي معا صارخين فلبيك قلنا بنفس النداء. فأنت السفير وهذه القباء مزاع وفيها يجاب الدعاء. وهدت فضول القصور الطوال لها واضمحلت عوالي البناء. فأنت السفير وهذه القباب مزار وفيها يجاب الدعاء. وهدت خضوع القصور الطوال جمال فوق ما وصف الجمال وحسن ليس يشبهه مثال. جمال الرب أبدعه بكون يكيل به الجمال ولا يكال. وحسن الرب في الدنيا فريد لديه ولا امتثال فلا مثال. ما
بديع الصنع أعطى كل شيء حقيقته ففاض بها الكمال. ترامى الكون يجمع خافقيه ليحكي قصة عنه الخيال. فهذا الفجر في كسل تمطى بنور النور يسحبه انثيال. وخضرة وجه أرض في بساط تناسجه انسياب وانهيال. وأثمار تبدى كل نوع تحامله بها شجر ثقال. ويفتح ثغره زهر بهي يسبح ربه عطرا يثال. وهذا البحر يرقص فيه ماء تلامع فوق موجته الهلال. وفيه من بنات البحر موج تلاطف نفسها فيه الرمال. وتحمل فوق موج البحر سفن وتحمل فوق موج البحر سفن جبال ليس تشبهها الجبال. يصافح موج بحر بحر موج ويصفعه به غضب عضال. طبيعة ربنا حسن بديع فرب الخلق يعبده الجمال. وما كل الجمال بلون شكل لأن العطر في ورد خصال. جمال الناس تصنعه صناع يد ألعوبة فيها كلال. ورب الناس يصنع كل لون وأشكال يغص بها المجال. فتشمخ في السماء جبال أرض يمسد وجهها مطر سجال. وثلج مثل دفء القطن عونا وملمسه الرهيف لها كمال. إذا غنت عصافير بمرج سمعت الصوت في مرح يسال. وإن طارت تصافقها جناح بعمق الكون ما كف تطال. وكل الكون في عرس بهيج يلاعبه على الفرح اختيال. يقول بكلمة تسبيح حال ترامى في سماحته الدلال. يسبح كل هذا الكون عفوا ونؤمر نحن فيه فلا ينال. أيعبد كل هذا الكون ربا بلا عقل ولا نطق يقال. ونعصي أن نقوم بأي فرض كأن الرب يرضيه الجدال. لمن زرعت رؤوس فوق جسم تحاملها بلا خوف عقال. لمن سمع النداء بكل أذن سوى بشر تغافل فيه بال. لمن خلق النعيم ولم خلقنا إذا ما جال فينا الاختيال. لمن خلق النعيم ولم خلقنا إذا ما جال فينا الاحتيال. أيخلق رب هذا الكون إنسا ليعبده فيعصيه الرجال. أرب يخلق الدنيا لشأن فيرفضه جدال واقتتال. غدا تقع الحقيقة بعد موت وبعث عندها يقع السؤال. فإما في نعيم الخلد نبقى وإما في الجحيم لنا مآل. بدون النيم موجود تظن الأجود نفع بدون الله الكرم والجود. تظن الحب لا معنى إذا يبعد عن المعبود. ترى الماء اللي ما يصفى صعب يروي عطش لورود.
إذا شفت السماء تخيلها من الماس في نظرتها الغنى يفرق عن الإفلاس. إذا حبي أتحد حب بأعف إحساس وإذا مول الله حبك لا تحب الناس لا تحب النار. المركب لو غاب يعود لمرساه هل تهجر مرساك ودربك تنسى. لك ألف مسير فلأين تسير والحب لمن خلق الحب وسواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد يا كريم. حياكم الله أحبتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما وأنا في حضرة سيدي ومولاي مسلم بن عقيل سلام الله عليه وفي محال معرفة الله في مسجد الكوفة المعظم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا وحوائجكم، أن يشافي مرضانا ومرضاكم، أن يسهل أمورنا وأموركم. وأسأل الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء أن يعجل في فرج السيد ومولاه صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، كما عودناكم في كل حلقة من برنامجكم السلام عليك يا سفير الحسين يا مسلم بن عقيل. في مقدمة الحلقة أذكر بعض المعلومات التي حقيقة أتمنى أن تكون مفيدة لكم وأضعها على طبق من ذهب عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية قبل أن أطلق أرقام هواتف القناة إن شاء الله بدقائق معدودة. نحن في يوم غد إن أبقانا الله أحياء مقبلين على ظاهرة فلكية، وهذه الظاهرة التي ستحصل عندنا خصوصا في العراق سنراها رؤية العين، ألا وهي كسوف الشمس تقريبا حسب ما قال علماء الفلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة ظهرا. على الإنسان المؤمن، على الإنسان الملتزم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، أن يهيئ نفسه في هذه الساعات لكي يصلي صلاة الآيات. قبل أن أركز على هذا الموضوع وأبين كيفية صلاة الآيات، بودي أن أطرح شيئاً ما. هذه الظواهر الفلكية سابقاً عند الأقوام الماضين كان لها تأثير خاص، كونهم الأغلب كانوا يعبدون الأصنام، البعض منهم يعبد الأجرام السماوية، فكانوا يتصورون موقع القمر ما بين الشمس والأرض ويصلنا ظل القمر، بالتالي كما في الحكايات الصينية أن هنالك تنين كبير قد التهم الشمس، فيبدأون يطلقون الزغاريد ويرمون الشمس بالسهام، يتصورون أنه ذلك التنين سيخاف فشيئا فشيئا إلى أن يتحول القمر عن مكانه وترجع الشمس إلى ما كانت عليه، فيتصورون هكذا إلى أن انتقلت ربما هنالك أساطير وخيالات في بعض الأقوام من شخص إلى آخر. لكن تبقى هذه الظواهر الفلكية تنبئ عن أمور تحصل لطبيعة خاصة جعلها الله عز وجل تسري بمقدار، وهي في نفس الوقت إذا ما ارتبطت بالأعاصير، إذا ما ارتبطت بالزلازل، إذا ما ارتبطت بالخسوف، إذا ما ارتبطت بالرياح العاتية العالية الحمراء الصفراء السوداء، هذا ينذر أن هنالك غضب من الله سبحانه. هذه هي جنود الله عز وجل يرسلها على من يشاء. هذا الإنسان المتكبر، الإنسان المتغطرس، الإنسان المتزمت الذي لا يعجبه العجب، في لحظة في يوم في ليلة وضحاها
يذهب كل شيء بهذه الأمور التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لبني البشر على الأقل حتى يرجع ذلك الإنسان إلى حالته الطبيعية، إلى فطرته الصحيحة من التواضع وما شاكل ذلك. علماءنا وعلى رأسهم في وقتنا الحاضر سماحة السيد السيستاني المرجع الأعلى أدام الله في ظله الوارف يبين عدة نقاط في هذا الموضوع. هل أن صلاة الآيات واجبة؟ نعم هي واجبة، واجبة على من يحضر، واجبة على من تكون عنده تلك العلامة أو الظاهرة الفلكية. هسه تقريبا حسب علماء الفلك كسوف يوم غد كسوف جزئي للشمس، هل واجبة صلاة الآيات؟ نعم سماحة السيد أيضا يوجب صلاة الآيات. نقطة أخرى إلى بعض النساء إذا ما كانت في حالة من الدورة أو ما يسمى بالحيض الطمث، ماذا عليها؟ هل يمكن لها أن تقضي أو هل عليها أن تقضي صلاة الآيات؟ سماحة السيد يقول لا تقضيها، هذه كجانب فقهي أتحدث بخصوص هذا الأمر. ثم أحدثكم الآن عن نقطة جدا مهمة على الإنسان خصوصا من يشاهد قناة كربلاء الفضائية ويسمع للوهلة الأولى أن هنالك وجوب بصلاة الآيات، إذن من لم يصلي هل عليه أن يقضي؟ هذا فيه تفصيل في الرسالة العملية لمن يحب أن يرجع إلى الرسالة العملية لسماحة السيد الثاني. لكن الآن باعتبار هو سيحصل يوم غد كسوف الشمس الجزئي تقريبا من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة، ماذا على الإنسان أن يفعل؟ أولا أن يتوضأ، ثم بعد ذلك النية أن ينوي أن يصلي صلاة الآيات قربة إلى الله تعالى. النقطة الأخرى كيفية هذه الصلاة، هنالك شكلان أساسيان لأداء صلاة الآيات. الشكل الأول هي طبعا نفسها، هنا 10 ركوعات هنا 10 ركوعات، لكن الشكل الأول يقتصر على أن تقرأ الحمد في كل ركعة وسورة قصيرة، جيد؟ يعني تكبر، هذا الجزء الأول. الآن الشكل الأول تكبر الله سبحانه وتعالى، تقول الله أكبر، تقرأ سورة الحمد، ثم تقرأ سورة قصيرة تركع، ثم ترفع رأسك تقرأ الحمد، تقرأ سورة قصيرة عفوا تركع، ثم تقرأ الحمد وسورة قصيرة وتركع، هكذا 5 ركوعات. بعد ذلك تسجد سجدتين ثم ترفع رأسك وتؤدي ما قد أديته في الأولى، هذا الشكل الأول. الشكل الثاني هو أن تقرأ سورة الحمد في البداية وتجزئ سورة. يعني كيف؟ يعني تقرأ بعد تكبيرة الإحرام تقرأ الحمد في الركعة الأولى، ثم تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وتركع، ثم ترفع رأسك تقول وما أدراك ما ليلة القدر، جيد؟ وهكذا إلى أن تجزئ سورة القدر إلى 5 ركوعات، بعد ذلك تسجد سجدتين ثم ترفع رأسك لتكي تكمل كما بدأت في الركعة الأولى. هكذا هنالك شكلان لصلاة الآيات، إن أديتها بالشكل الأول في كل ركعة هنالك سورة حمد وسورة قصيرة، إن أديتها بالشكل الثاني فسورة الحمد تقرأ مرة واحدة وتجزأ بقية سورة مثلا إن أنزلناه لخمسة أجزاء أي 5 ركوعات وتؤدى الصلاة. ولا تنسونا من صالح دعواتكم، أنا أحببت أن أضع هذه المعلومة بين أيديكم إن شاء الله، وسنعلن أرقام هواتف قناة كربلاء الفضائية والتي ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة. كل من يرغب بالزيارة ولو عن بعد إن شاء الله لزيارة سيدي ومولاي مسلم بن عقيل سلام الله عليه ومحال لمعرفة الله أمثال المختار الثقفي ميثم التمار هاني بن عرو المدحجي وغيرهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أترككم مع لقطات أخوتي كادر قناة كربلاء الفضائية مكتب النجف الأشرف، وبعدها سنواصل معكم، إذا ابقوا معنا. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه، يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به.
يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد يا كريم. حياكم الله أينما كنتم أحبتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامجكم السلام عليك يا سفير الحسين، يا أبا حميدة، يا باب الحوائج، إنا توسلنا واستشفعنا وقدمناك بين يدي حوائجنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله واقضي لنا الحوائج، وسل الله عز وجل أن يشافي المرضى. سيدي مولاي يا أبا حميدة، يقينا وأعتقد بذلك أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، وأنا أعتذر لأنك خلفي، ولكن أسأل الله عز وجل أن أقدم ما أستطيع بخصوص هذه الحلقات، وأسأل الله العافية لجميع المرضى بدون استثناء، أسأل الله أن يرزقهم الصحة والشفاء وأن يجري ذلك في عروقهم دائما وأبدا. أول اتصال من أم مهدي. سلام عليكم أمي. عليكم خالة. السلام عليك يا سفير الحسين، حياكم الله. السلام عليك يا خالة حميدة، السلام عليك سيدي ومولاي مسلم بن عقيل، اللهم ربي يسلمك خدمتكم يا محمد. كل اسماءكم مسجله ان شاء الله. اللهم ربي يحفظ السيد، الله يطول عمرك ويخلي خيمه علينا ربي، ودين الحج اللي وليك يعطينا الصحه والعافيه ويثبتنا على دين محمد يا رب العالمين يا رب العالمين. شكرا لك يا ام مهدي، موفقه يا امي، لكل خير ان شاء الله، وكل دعواتك ان شاء الله مستجابه، ونحن في حضره السيد ومولاي مسلم بن عقيل ابو حميده. ام شوقي من كربلاء، سلام عليكم امي. عليكم السلام، هلا خالد. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين، تفضلي بالزيارة. السلام عليك يا سيدي يا سفير الحسين، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام عليك وعلى ميثم التمار، السلام عليك وعلى هاني بن عروة، السلام عليك وعلى المختار الثقفي، السلام عليك يا أبا حميدة، يا سيدي يا مولاي، شاف وعاف كل مريض، شافينا وطينا الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد. وأزور صالة عني وعن والدي والد والدي وعن السيد علي السستاني والجيش والحشي والقوات الأمنية وشهداءنا، وأهديها لزوجي ولأولادي والبناتي ولأخواتي ولجميع من يسمع صوتي ولقناة كربلة، ما ناسيتكم بالدعاء. الله يحفظك يا يمه، ممنون. الله يسلمك، الله يسلمك، واهديها لم على ولم ستار، واهديها ناس مصين لخطيه سيد خضير، كل مريض، كل دعواتكم خطيه الخبير، كل دعواتكم ان شاء الله مجابه يا رب العافيه. واهديها محسين حكيمة، اريدك تسجل هذا بشبهها كلش مريضه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من قصه السيد ومولاي مسلم بن عقيل، وان شاء الله ان شاء الله لا تنسانا بالدعاء ومن دعواتنا دائما بخدمتكم. الله يوفقكم، الله يوفقكم لكل خير. شكرا جزيلا، شكرا، حياكم الله، حياكم الله، في امان الله وحفظه ورعايته. وهذه العاده العراقيه فلأسميها، خصوصا الذين يتواجدون قرب مراقد اهل البيت، انهم عاده يكلفون بالدعاء وبالزيارة وبصلاة ركعتين، شيء جدا جميل، أعتبره جانب من التواصل، جانب من رد الجميل، لأن هذه النعم التي نحن فيها حقيقة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فأن نوصل
ذكر النبي وآل النبي إلى العالم أجمع. أم علي من بغداد، سلام عليكم أمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم ابن عقيم. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا حميدة. السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على المحمدية البيضاء والعلوية العليا. اللهم صل على فاطمة الزهراء، وصل على صفي الرحمة الإمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم ربي صل على التسعة من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا من سلالة الأطياف الأطهار. السلام عليك وعلى عمك الإمام بطل البطل الهمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا مولاي يا مسلم بن عقيل بمقامك عند الله. اكتب لي زيارة يا مولاي بالدنيا وشفاعتكم بالآخرة بمقامك عند الله يا سيدي يا مولاي يا مسلم بن عقيل. اللهم ربي شافي كل مريض وعانى يا رب العالمين إن شاء الله يسمع منكم يمه على الذرية يا الله. آمين. اللهم ربي ارسل كل غريب يا إلهي يا إلى وطن سالما غانما بحق هذه المقامات الشريفة وهذا المقام الشريف. اللهم ربي اجعل هذا البلد آمنا. اللهم ربي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الظالمين. آمين رب العالمين. آمين رب العالمين. ولدي أبو آية خدمتك أقدك الدعاء والزيارة والصلاة ركعتين موفقين موفقين العلوية أم علي ينطيك الصحة والعافية. الله يطول بعمرك يما ويطيش العافية إن شاء الله دائما وعلي ينطيك الصحة والعافية. أقدك الدعاء والزيارة الله ينطيك العافية. تامرين إن شاء الله. شكرا لك. صحة وعافية إلى كاد القناة كربلاء. اللهم ربي يجعلكم إن شاء الله من الوافدين تحت راية الإمام الحسن عليه الصلاة يا والسلام. رب الله يسمع منكم. اللهم ربي بحق هذا المقام الشريف عجل يا إلهي سليل النبوة وآخر سليل الإمامة الإمام المهدي المنتظر. اللهم ربي واجعله في هذا المقام الشريف من القائم للصلاة إن شاء الله ومن الوافدين. الله يسمع منك شما. الله يسمع من عندك. ممنون منك. ممنون منك. حفظك إن شاء الله. ومن خدم أهل البيت. إن شاء الله. أي والله المخلصين. أنتم المخلصين. أنتم المجاهدين. أنتم الأوفياء يا خدم قناة كربلاء. أدعي لكم إن شاء الله. ممنون منك. ممنون منك. حفظك إن شاء الله. ويديم هاي الرسالة عليكم. ويديمها علينا. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرمكم الله من خدمة أهل البيت ومن نعمة الولاية ورزقكم العافية، وإن شاء الله تأتون لمراقد أهل البيت يا علوية والزورين أنت وكل من يشاهد قناة كربلاء الفضائية ويرغب بزيارة قبور الأولياء، فهنا جنة الله في أرضه في كل بقعة من بقاع هذه الأرض. منار من واصل، السلام عليكم أخت منار. ألو السلام عليكم. جيد، انقطع الاتصال مع الأخت منار. أتمنى إن شاء الله تعاود الاتصال مرة أخرى لكي تؤمن زيارة عن بعد لسيدي ومولاي مسلم بن عقيل أبو حميدة سلام الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم دائما وأبدا. الأخت آية من الدجيل، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين يا مسلم ابن عقيل ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا أول شهيد في معركة الطاف. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. السلام عليك يا سفير الحسين يا مسلم بن عقيل. السلام على مسلم بن عقيل. السلام على ميسر التمار. السلام على هان بن عروة. السلام على المختار الثقفي. السلام عليك يا أبا حميدة. السلام على أولادك أحمد وإبراهيم.
السلام عليك يا غريب الكوفة، سيدي يا مولاي يا مسلم ابن عقيل يا ابن رسول الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم اقض حاجة كل محتاج بحق أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. يا سيد يا مولا يا سفير الحسين يا مسلم ابن عقيل، ارزقنا زيارتك بالدنيا وشفاعتك بالآخرة. استاذ محمد قلتك الدعاء والزيارة صلاة ركعتين، وإن شاء الله يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم ويوفقكم لهاي الخدمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله من الموفقين ومن المسددين، وإن شاء الله أنتم أيضا لا تنسونا من الزيارة والدعاء والصلاة عند السيد محمد سبع الدجيل. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا زيارته وزيارة أبيه الإمام الهادي وأخيه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليهم أجمعين، وألا نحرم أصلا من التواجد في مراقد أهل البيت. وهذا ديدننا خصوصا نحن كأفراد قناة كربلاء الفضائية، إن شاء الله كل من قلدنا الدعاء والزيارة أينما كنا أينما حللنا فأنتم من المشمولين بالدعاء، بل في قلب الدعاء، لا حرمكم الله من العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. أحمد من ذي قار سلام عليكم. ألو أحمد سلام عليكم. جيد. السلام عليك يا مولاي. وعليكم السلام. أحمد تسمعني؟ أسمعك حبيبي أنت. السلام عليك يا سفير الحسين، سلم راسك. السلام عليك يا سفير الحسين، السلام عليك يا ثقة الحسين، السلام عليك يا أول من سلم على الحسين ورد عليك الإمام الحسين. قال وعليك السلام يا غريب كوفان، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اجعل سلامنا للحسين مثل سلام ابن عقيل بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله. اللهم بحق محمد وآل محمد عجل فرج قام على محمد يا رب العالمين. اللهم شاف كل مريض يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد الصادقين، صلاة لا يحصيها أحد غيرك. السلام على هاني ابن عروة، السلام على المختار الثقفي، السلام على خديجة ابنة أمير المؤمنين ابنة أم المؤمنين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل وليك الفرج. اذكر اسم والدي الله يخليك المرحوم ابو جاسم حج محمد حسن. كلهم مسجلين، كلهم مسجلين على راسي على راسي. الله يوفقك. اخر مره اخر مره ايش وقت جيت للزياره احمد؟ المسلم بن عقيل بليله ولاده الرسول. ها جيد جيد الحمد لله. اي نعم. وان شاء الله يكتب لك اياها عاجلا غير اجلا قريبا. وذكرتك وذكرتك بعدين عبد القاسم بن موسى بن جعفر ذاك اليوم. شكرا لك شكرا لك شكرا لك، دمت موفقا ان شاء الله. اسالك الدعاء اسالك الدعاء. الله يرضى عليك ان شاء الله للجميع. الله يسددكم. شكرا في امان الله. في امان الله في امان الله وحفظه ورعايته. وحقيقة لتغدقون علينا بهذه الهدايا والعطايا والسنايا من الدعوات، أسأل الله أن يرزقكم ضعف ذلك بكل دعوة دعوتم بها لنا أو لكل من قد قلدناكم الدعاء والزيارة. أيضا نحن نقلدكم عمن قلدونا، حتى إن شاء الله تتكاتف الدعوات ودعوتك لأخيك بظهر الغيب إن شاء الله مستجابة. أم إحسان من بابل سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. سلام الله عليك. على سيد ومولاي ميثم التمار، ميثم التمار، سيدة خديجة، سيد إبراهيم الغامر. يا أبو حميدة دخيلك يا أبو حميدة، أريد من عندك الشفاء وأريد العافية يا سيد ومولاي. السلام عليك. أمامك مرقد المختار الآن أمي. السلام عليك يا سيد ويا مولاي علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليك يا سيد ويا مولاي أبا الحسن والحسين. السلام عليك يا العبد الصالح. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام على سيدي مولاي المفضل العباس حامد لواء الحسين، السلام على سيدتي مولاتي زينب الحوراء، السلام على سيدتي مولاتي أم البنين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم ربك شف هذه الغمة عن هذه الأمة وشاف كل مريض. جان طريق كربلاء زين العابدين الصحاجة كل محتاج. يا أول ما عجل الرية بجاهد الرية الحسين، جاء صد الرضيع شابت الطين ما عجل الرية بجاهد الرية الحسين. اللهم ربي وفقكم ويعطيكم الصحة والعافية يا رب العالمين، يحفظ عوائلكم ويحفظ شبابكم ويعطيكم الصحة والعافية. سجل أم حسان وعائلتها رحم الله والديك ونج... حياكم الله، حياكم الله يما، الله يطول بعمركم إن شاء الله. الله يسددكم يما، يحفظكم الله، يبارك بكم. الأخت منار من واسط عاودت الاتصال مرة أخرى. سلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا ميتم التمار. السلام عليك يا مختار الثقافي. السلام عليك يا هاني بن عمرو ورحمة الله وبركاته. سلام الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا سادتي ومواليدي توجهت بكم الى الله واستشفعت بكم الى الله، تشفعوني عند الله واستنقذوني من ذنوبي واغفرني، اني توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بكم الى الله وقدمناكم بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفعوا لنا عند الله. اقرا حاجة كل محتاج وشافي كل مريض ورزق كل محروم بالذرية الصالحة واشفوا امه وابوي واقرا حوائجنه، حاجة كل محتاج. قلدناكم الدعاء وزيارة، اللهم اغفر ذنوبنا وارحم كل ميت وارزق كل محروم بالذرية الصالحة يا رب العالمين. السلام عليكم يا سفير الحسين. يا سفير الحسين قلدناكم الدعاء وزيارة، سجل اسمي اسم والدي صالح بليسة وصبرية. كل اسماكم مسجلة يا منار، كل اسماكم مسجلة إن شاء الله. يا سفير الحسين، يا سفير الحسين، حياكم الله، حياكم الله، دمتم موفقة إن شاء الله لكل خير بحق محمد وآلي محمد. الأخ الزهراء من واصل، سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. تفضلي بالزيارة. يا باب الحوادث، السلام عليك يا مسلم ابن عقيل، السلام عليك يا عون ابن عروة، السلام عليك يا ميثم الثمار، السلام عليك يا المختار الثقفي، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا سفير الحسين، تقضي حوائجنا وشافي مرضانا وجميع الكادر، الله يحفظه ان شاء الله. ويا ممكن تسجلين الاسماء؟ كل اسماءكم مسجله يا اختي، وكلها اسماء يعني سجلها، كل اسماءكم مسجله عند اهل البيت سلام الله عليهم، ويكفي يعني ان تتوجه مربع. ان شاء الله ادعو لهم، ادعو لهم جميعا جميعا، السهره والحنين وايه الله يعطيها الصحه والعافيه. امين يا رب العالمين، ان شاء الله كل اسماءهم مسجله. بخدمتكم، بخدمتكم، الله يعطيكم الصحه والعافيه. حياكم الله، حياكم الله، الله يسددكم لكل خير وبارك الله بكم، ولا حرمنا الله واياكم من نعمه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. وكلامنا حقيقه الذي نتحدث به طالما نقول لا بد لنا من ذكر علي بن ابي طالب سلام الله عليه، فذكر علي عباده. ساترنم ببعض الابيات التي كتبها بعض الشعراء، والتي هي حقيقة نسأل الله أن تكون هذه الأبيات لقضاء الحوائج، فالأقل لشفاء المرضى، تسهيل الأمور، وأهديها لسيد مولاي مسلم بن عقيل نيابة عنكم بذكر عمه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نفخ روح المرتضى بجسم الإمامة، الباب سدوا شق لهيل كعبة كرامة، وذهبت في يوم القيامة باحثا في طولها وبعرضها عن موئلي، والازدحام على المداخل مثله مثل ازدحام النحل حول المنهل، ولكل باب حارس نظراته
تحكي لهيبا حارقا في المرجل فسألت ألطفهم ألا من سائق يمضي بنا نحو النعيم المخمل فأجابني والنار تسبق قوله اذهب وفتش عند ذاك المدخل فذهبت حيث أشار دون تردد وسوى اتباع كلامه لم يبق لي فرأيت جبريلا هناك مخاطبا يا قوم هذا الأمر من رب العلي أبواب هذا الخلد آلافا وما يلج ابن آدم دون تصريح الولي فهتفت يا جبريل هون أمرنا وافتح لنا بابا لذاك المحفل فأجابني الأبواب مقفلة ولا أحد يقرر فتحها إلا علي إلا علي إلا علي وآية التبليغ من رب وسام فاز بالعليا إيمان ولا عليا ما هو ساق الكوثر وقاضي القيامة وهو لله صراط مستقيم بلا صراط المرتضى ماكو استقامة بلا صراط المرتضى ماكو استقامة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد يا كريم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هام وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي حياكم الله مرة أخرى وقضى الله حوائجنا وحوائجكم ببركة سيد ومولاي مسلم بن عقيل سلام الله عليه وقلت هذه الأبيات الشعرية إن شاء الله هدية مقدم له ونحن نترنم بذكر عمه علي بن أبي طالب سلام الله عليه أبو أحمد بن بغداد سلام عليكم حبيبي السلام عليكم والسلام على سفير الإمام السلام عليك يا سفير ورحمة حبيبي. الله وبركاته سلام الله عليك السلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله الطاهرين السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته وعلى مجالسه ومشاهده ومقام حكمته وآثار آبائه آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وتبيان بياناته السلام على الإمام الحكيم العدل الصديق الأكبر الفاروق بالقسط الذي فرق الله به بين الحق والباطل والكفر والإيمان والشرك والتوحيد ليهلك من هلك عن بينه ويحيي من حي عن بينه اللهم ثبتنا على ولايته وارزقنا شفاعته في الآخرة وزيارته في الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآل الطيبين الطاهرين قلت لك الدعاء والزيارة يا أبوائي أبو أحمد بخدمتكم حبيبي أنت يطول عمرك إن شاء الله يبارك بيك وأنت أيضا هم لا تنسانا بالدعاء والزيارة دائما وأبدا الله لا ينساكم ورحمته حبيبي حبيبي حياك الله شكرا لك دمت بألف خير حمزة أبو حمزة من أم حمزة ما سمعت حمزة جيد حمزة سلام عليكم حمزة حبيبي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليك يا سفير الحسين السلام عليك يا سفير الحسين سلام الله عليك السلام عليك يا مسلم بن عقيل سلام الله السلام عليك يا هاني بن عروي السلام عليك يا ميثم التمار السلام عليك يا مختار الثقفي
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى فضل عباد قبر عشيرة ساق عطاشة كربلاء. سلام الله. اللهم شافي وعافي كل مريض يا رب العالمين وحاجه كل محتاج يا الله يا الله. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. اللهم ثبتنا على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يا الله. سلام الله عليه يا الله. اللهم يخفى حوائجكم ويشافي مرضاكم ونشكر كادر قناة سردلة المخدسة بخدمتكم. أدنى أسماء سجلة أستاذ أسماء. كل أسماءكم مسجلة حبيبي حمزة. كل أسماءكم مسجلة وموفق. كل أسماءكم مسجلة حمزة حبيبي. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم سلام من الله ورحمة منه وبركات وحفظكم الله لكل خير بحق محمد وآل محمد. أم حميد من بغداد سلام عليكم أمي. عليكم السلام وهلا ومرحبا. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. سلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك وعلى أمير المؤمنين. أحسنتي. يا أول شهيد في معركة كربلاء وجدت من المظلم تعبانين. عندنا خايف ينقلنا الجمعة لقيت العرب. خادمك يما تامرين أمر. السلام عليك يا مسلم العقيد. السلام عليك يا مسلم العقيد. سلام الله. السلام عليك وعلى حسين وعلى علي بن الحسين وعلى ابو الفضل العباس ومسلم ياشي وعلى زينب الحوراء. يا رب العالمين. يا مسلم يا مسلم بجاه اضربك. انتم جاكم عزيز عند الله. اي والله. عليكم تصون امراض. ان المساجر والمسامعين والما يريد الامراض ان شاء الله يصيب. وانا يما ينقلنا الغريب والتعبان. استك العافيه ادعي لاولادي وبناتي واولاد اولادي وجيراني ومخزيني وعباس من خديجه. وعلى الخير عافية. كل أسماءكم مسجلة يما. كل أسماءكم مسجلة أم حميد. تامرين 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 إن شاء الله إن شاء الله. محمد يعطيك العافية ويعطيك الله يرزقكم ضعف ما دعوتم لي إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله. الله يحفظك طول العمر. السلام عليكم يا مسلم. أحسنت. والله مسلم أنا الليلة أجيب الأمراض منه. إن شاء الله إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد ورزقنا الله هذه الفطرة الجميلة الرائعة التي هي تنبع من ولاية خالصة. أسراء من البصرة سلام عليكم. آخر اتصال معنا. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم بن عقيل. سلام الله عليهم أجمعين إن شاء الله. تركي التلفزيون أسراء سمعيني من التليفون أحسن أفضل حتى تركزين أكثر. ألو. السلام عليك يا ميسم التمار. السلام عليك يا هاني بن عروب. والله أطلب منهم الشفاعة الدنيا والآخرة. آمين يا رب. والله أطلب من أهلهم يشافوني وعافوني ويسكتون حاجتي. الله يرزقكم إن شاء الله على قدر نياتكم خيرا كثيرا ويدفع عنكم كل شيء. اي والله اطلب من عندك الزور عني وصلي بالنيابه. موفقين لكل خير بحق محمد وآل محمد. شكرا لك ودمت بألف خير انت وكل من يشاهد قناه كربلاء الفضائيه. لن ننساكم بالدعاء والزياره. ونحن في هذه الدقائق الاخيره سنتوجه ان شاء الله لمرقد سيدي ومولاي مسلم بن عقيل سلام الله عليه لكي نزور عنكم ايضا بالنيابه كل من قد قلدني الدعاء والزياره. وأسأل الله الاستجابة لنا ولكم بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله، المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود حتى بعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك قد مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا حميدة يا مسلم بن عقيل ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى المختار الثقفي. السلام عليكما وعلى هانئ بن عروة المذحجي. السلام عليكم وعلى ميثم التمار. السلام عليكم وعلى السيد إبراهيم الغامر. السلام عليكم وعلى السيدة خديجة ابنة أمير المؤمنين. السلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد يا كريم. شكراً لكم جميعاً، شكراً لإصغائكم، شكراً لمشاهدتكم، شكراً لمشاركتكم معنا في هذه الحلقات وفي هذه برامج الزيارة. نسأل الله أننا نوفق ونسدد بنقل كل اللقطات الجميلة والأجواء الرائعة من مراقد أهل البيت عند الساعة 11 حتى الساعة 12 ليلاً. كما أسأل الله التوفيق لجميع أخوتي من مقدمي برامج والكوادر العاملة معهم في نقل هذا أو هذه النعمة الجميلة الرائعة. إن شاء الله أنتم تصلون لمراقد أهل البيت وتسددون بحق محمد وآل محمد. شكراً لأمانة مسجد الكوفة المعظم من أمينها سيد محمد الموسوي إلى كل الأفراد العاملين في محل معرفة الله. شكراً لكادر قناة كربلاء الفضائية جميعاً، وأخص بالذكر أخوتي وزملائي في مكتب النجف الأشرف. نسأل الله أننا وفقنا في هذه الحلقة كما أننا وفقنا في حلقات سابقة، ونسأل الله أن نلتقي بكم مجدداً إن شاء الله. لا تنسوا صلاة الآيات ليوم غد من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 إن شاء الله تقريبا بهذا الوقت، لأنها صلاة واجبة على كل إنسان بالغ وعاقل. أسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم جميعا، وإن شاء الله مقضي الحوائج والمرضى مشافون إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. شكرا لكم جميعا، نلتقيكم إن أبقانا الله أحياء في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جروحك تبسم بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك أرحم، سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك أرحم، سلامة 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 قلبك من شيعتك شعبك والردت دربك، والجرح يا المهدي صوب المهدي سعى
يساعدك ربك يلي من قلبك تاخذ وتعطي لعيونك أغلى دمع تنظري بحبك.